جامع الأزهر واحد من أشهر وأهم المساجد في مصر والعالم الإسلامي، وعمره من عمر مدينة القاهرة. يعود الفضل في بناء الأزهر للخليفة المعز لدين الله الفاطمي، الذي وضع حجر الأساس عام 970 ميلادي، واكتمل بناء المسجد بعد عامين، وكان بذلك أول جامع أنشئ في مدينة القاهرة وأقدم أثر فاطمي قائم في مصر. اختلف المؤرخون في أصل تسميته، والراجح أن الفاطميين سموه الأزهر تيمناً بالسيدة فاطمة الزهراء. ترجع أهمية جامع الأزهر إلى جانب قدمه إلى أنه كان منارة علمية من خلال حلقات الدروس التي انتظمت فيه منذ نشأته. ومن رحم جامع الأزهر ولدت الجامعة. الصرح التعليمي الذي يعد ثالث أقدم جامعة في العالم بعد جامعتي الزيتونة والقرويين، جامع الأزهر كان مركز اهتمام كل من حكم مصر. الفاطميون خصوا جامع الأزهر بعنايتهم، لكن العصر الذهبي للمسجد كان خلال عهد المماليك الذين اهتموا بعمارة المسجد وعلمائه وطلابه. وقد عرف الأزهر الشريف بدوره وموقفه الوطني الكبير ضد الاحتلال طوال تاريخه. لعل أشهر هذه المواقف الحملة الفرنسية عام 1798 ميلادي بقيادة نابليون بونابرت، كما قاوم شيوخ الأزهر وطلابه الاحتلال البريطاني، وكان علماؤه وشيوخه في طليعة الثورات المصرية قديماً.